الله الرحمن الرحيم. طبعا تستضيف دولة الكويت القمة العربية 25 من تاريخ 24 إلى 26 مارس. طبعا احنا عندنا بعض الطرق راح تحول أثناء وصول أصحاب السعادة والفخامة والسمو قادة الدول العربية. أحب أوضح لكم هذه الخطوط اللي راح تحول. طبعا راح يكون عندنا يوم الاثنين 24/3 من الفترة على فترتين، الفترة الصباحية والفترة المسائية. الفترة الصباحية من الساعة 10:30 حتى الساعة 1:30، الفترة المسائية من الساعة 5 حتى الساعة 7:30. طبعا عندنا من راح يكون عندنا إغلاق تحويل طرق من المطار حتى قصر بيان. عندنا طريق الملك فيصل اللي قادم من المطار الدولي سوف يحول إلى طريق الغزالي اللي هي عند محطة البضائع. اللي قادم يعني اللي طالع من المطار راح نحوله على الشحن الجوي على طريق الغزالي. عندنا أيضا طريق الداري، طريق الملك فيصل اللي قادم من المدينة سوف يحول على الداري الخامس سواء باتجاه الجهرة أو باتجاه السالمية. أيضا عندنا طريق إبراهيم المزين اللي هو خالد بن عبد العزيز سابقا، هذا كله من جسر نادي خيطان حتى تقاطع الأقصى مع خالد بن عبد العزيز، هذا اللي راح يكون يفصل الزهرة عن الصديق والسلام عن حطين. هذا الطريق إبراهيم المزين بالكامل مرورا بجسر مشرف مع الملك فهد سوف يكون مغلق أثناء الوصول والمقادرة. أيضا عندنا طريق صبحان للإخوان اللي قادمين على الدائري السابع من منطقة الظهر أو من الجهرة، ما راح يسمح لهم بالنزول على طريق صبحان باتجاه الملك فيصل. يعني طريق صبحان المحاذي للمطار الدولي أثناء فترة الوصول والمغادرة راح يكون مغلق. باقي الطرق كلها سالكة. عندنا طريق الملك فهد ماشي وما عليه أي إغلاق، طريق الملك عبد العزيز، الدائري الخامس، الدائري السادس، فقط عندنا الدائري السابع أثناء الهبوط والهبوط الطائرات سوف يكون مغلق. نتمنى من جميع مستخدمي الطريق، نتمنى من الأخوان قادي المركبات الالتزام والتعاون مع رجال المرور في هذا اليوم. هذا يعني الكويت تحتضن هذا المؤتمر وسمعة الكويت، ونتمنى من الجميع أن يلتزمون مع إرشادات وجهات رجال المرور. ما نبي من أحدنا يوقف يكلم العسكري أو الضابط يقول له بمر، لأنه غير مسموح لأي مركبة كانت أنها تمر على خط سير المواكب، فقط السيارات المشاركة معانا. يعني إحنا كدوريات وكسيارات شرطة فقط المشارك اللي معرف عندنا اللي راح يسمح له بالمرور، غير هذا ممنوع فترة الوصول والمغادرة ان احد ينزل او يطلب من العسكري او الضابط انه يطوفه بالمرور على خط سير المواكب. الكل يتساءل ان بهذا اليوم بهذا الوقت اثناء تحويل الطرق شلون اذا انا مسافر او بسافر من البلاد، هل المطار مغلق؟ طبعا نحب ننوه ان المطار شغال، ويمكن توصل الى مطار الكويت الدولي عن طريق داري عن طريق الغزالي او عن طريق طريق المطار حتى تقاطع الجنسيه يمينا حتى تقاطع البضائع، ويسارا على الغزالي تكمل حتى مطار. يعني تقدر تروح المطار من على الخامس مع على الخامس حتى الخامس مع الغزالي يسارا الى المطار، او على السادس حتى السادس مع الغزالي يسارا الى مطار الكويت الدولي. هذه جدا بالنسبة للمسافرين عن طريق مطار الشيخ سعد يقدرون يأخذون خط الملك فهد، ومن ثم الدخول على طريق 208 اللي هو عند سواق القرين وعند الشارع اللي صار فيه العرض العسكري على طول امتداده حتى مطار الشيخ سعد بالنسبة للمغادرين سواء المطار الدولي أو مطار الشيخ سعد.